السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي مرحبا بكم معي في هذا الفيديو. هذا الفيديو إن شاء الله سيكون موجه لتلاميذ السنة الثانية من التعليم الابتدائي كراسة فضاء الرياضيات طبعتي الجديدة سنة 2019. درس اليوم عندنا إن شاء الله الدرس السادس بعنوان قياس الأطوال باستعمال المتر والسنتيمتر. أهداف التعلم: تعرف وحدات قياس الأطوال السنتيمتر والمتر واستعمالها، تعرف العلاقة بين المتر والسنتيمتر، رسم قطعة مستقيمية لمعرفة قياس طولها المعبر عنه بالسنتيمتر اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو نأخذ صفحة 32 وصفحة 33 باش ما يجيش الفيديو طويل. أحسب قياس طول كل شريط كما تلاحظون، هذه مسطرة مدرجة. الشريط الأزرق طوله بالسنتيمتر هو كما تلاحظون 10 سنتيمتر، 10 سنتيمتر، تأكدنا بمسطرتنا المدرجة أيضا، عفوا 10 سنتيمتر. إذا طول الشريط الأزرق هو 10 ونكتب سنتيمتر. طول الشريط الأصفر سوف نقوم بوضع كما تلاحظون الصفر على بداية الشريط، ثم كما تلاحظون 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 سنتيمتر. الشريط الأصفر طوله 13 سنتيمتر. السؤال الثاني أكمل: طول قامتي هو 115 سنتيمتر بالنسبة لعائشة، وأنا طول قامتي 100 سنتيمتر و20 سنتيمتر، ويقول سعيد أما أنا فطول قامتي هو 130 سنتيمتر، ويقول حسن وأنا 1.27 متر. هنا أصدقائي يجب أن تعرفوا أن 100 سنتيمتر تساوي 1 متر. إذن طول قامة عائشة هو 1 متر و15 سنتيمتر، لأن كما قلت لكم بأن 100 سنتيمتر عند 100 سنتيمتر هو 1 متر. بالنسبة لي سوف نكتب 1 متر و15 سنتيمتر. بالنسبة لليلى 100 متر، وكما قلت بأن 100 متر هي 1 متر، إذن ليلى 1 متر و20 سنتيمتر. بالنسبة لسعيد فطوله 130 سنتيمتر، إذن 100 سنتيمتر هي 1 متر و30 سنتيمتر. أما بالنسبة لحسن فهو أخبرنا أن طوله 1 متر و27 سنتيمتر. إذا طول قامة حسن هو 1.27 متر، 1 متر و27 سنتيمتر. هذه القاعدة اللي قلت لكم، 1 متر تساوي 100 سنتيمتر. طول قامة سعيد هو، إذا سعيد طوله هو 1.31 متر. إذا 1 متر و30 سنتيمتر. طول قامة ليلى هو 1.20 متر. نكتبها 1.20 متر.
طول قامة عائشة هو متر واحد أيضا وخمسة عشر سنتيمترا، ونكتبها واحد متر وخمسة عشر سنتيمتر. ننتقل للصفحة الموالية. السؤال رقم ثلاثة، أحسب طول الخط الأحمر بالمتر والسنتيمتر. كما تلاحظون واحد سنتيمتر هي هذا القياس، هذا هو قياس واحد سنتيمتر. سوف نبدأ بالعد من هنا، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون سبعة وعشرون ثمانية وعشرون تسعة وعشرون ثلاثون واحد وثلاثون اثنان وثلاثون ثلاثة وثلاثون أربعة وثلاثون خمسة وثلاثون ستة وثلاثون سبعة وثلاثون ثمانية وثلاثون تسعة وثلاثون أربعون واحد وأربعون اثنان وأربعون ثلاثة وأربعون أربعة وأربعون خمسة وأربعون ستة وأربعون سبعة وأربعون ثمانية وأربعون تسعة وأربعون خمسون واحد وخمسون اثنان وخمسون ثلاثة وخمسون أربعة وخمسون خمسة وخمسون ستة وخمسون سبعة وخمسون ثمانية وخمسون تسعة وخمسون ستون واحد وستون اثنان وستون ثلاثة وستون أربعة وستون خمسة وستون ستة وستون سبعة وستون ثمانية وستون تسعة وستون سبعون واحد وسبعون اثنان وسبعون ثلاثة وسبعون أربعة وسبعون خمسة وسبعون ستة وسبعون سبعة وسبعون ثمانية وسبعون تسعة وسبعون ثمانون واحد وثمانون اثنان وثمانون ثلاثة وثمانون أربعة وثمانون خمسة وثمانون ستة وثمانون سبعة وثمانون ثمانية وثمانون تسعة وثمانون تسعون واحد وتسعون اثنان وتسعون ثلاثة وتسعون أربعة وتسعون خمسة وتسعون ستة وتسعون سبعة وتسعون ثمانية وتسعون تسعة وتسعون مئة. إذن طول الخط الأحمر هو مئة سنتيمتر، لأن هذه الوحدة ديال القياس. إذن طول الخط الأحمر هو مئة سنتيمتر، وكما تعرفنا قبل قليل مئة سنتيمتر هو كذلك واحد متر. إذن طول هذا الخط هو مئة سنتيمتر وكذلك واحد متر. استعملوا المسطرة المدرجة لقياس طول كل قطعة من القطع، لقياس كل قطعة بالسنتيمتر. يعني هذه القطعة هذه سوف نقوم بقياسها بالسنتيمتر. دائما الصفر على في بداية القطعة. إذن طول القطعة البرتقالية هو كما تلاحظون واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر سنتيمتر. اثنى عشر سنتيمتر هو طول القطعة البرتقالية. بالنسبة للقطعة الخضراء دائما صفر على بداية القطعة كما تلاحظون واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر سنتيمتر. إذن طول القطعة الخضراء هو أربعة عشر سنتيمتر. بالنسبة للقطعة البنفسجية فطولها هو جيد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر
16-17 سنتيمتر. إذا طول القطعة البنفسجية هو 17 سنتيمتر. إلى هنا أصدقائي نكون قد وصلنا نهاية فيديو اليوم. إن شاء الله بالنسبة للصفحات الموالية نحاول نبارطاجيهم معكم إن شاء الله في أقرب وقت. بقوا جوج ديال الصفحات. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.